مرحبا. يعني لم تعرف دوافع حادثة الطعن هذه حتى الآن، ولكن بدأت ترد هذه المعلومات منذ حوالي النصف ساعة. سمعنا من شرطة ميرسي سايد، وهي المنطقة التي تتواجد فيها هذه المدينة ساوثبورت، هي مدينة ساحلية في شمال يعني غرب إنجلترا، تقول إنها اعتقلت رجلا وتمكنت من يعني الحصول أو الاستحواذ على سكين كان يبدو مع هذا الرجل، وتقول بأنه لا يوجد، هذا الأهم، أنه لا يوجد خطر على عامة الناس بعد عملية الاعتقال هذا. وبالتالي يعني نحن الآن يعني ننتظر لنرى عدد الناس الذين تأثروا بهذا الحادث. خدمة الإسعاف قالت بشكل مبدئي أنها تعالج 8 أشخاص أصيبوا بهذا الطعن، ولكن من المتوقع أن يكون هذا العدد يعني قد يرتفع هذا العدد في الساعات القليلة المقبلة. الضحايا تم نقلهم إلى مستشفى في هذه المنطقة، وطبعا دعت الشرطة المواطنين خلال يعني في خلال النصف ساعة الماضية بتجنب هذه المنطقة حتى أو ريثما تتعامل هي مع الحادث وتؤمن هذه المنطقة، وأيضا دعت الناس على توخي الحذر بشأن ما يشاركونه عبر الإنترنت وعدم التكهن بهذا الحادث إلا عندما تتضح المعلومات بشكل أوضح.